التعرض جدا مهم الله سبحانه وتعالى يعلم يا من يعلم حوائج السائلين يا من يعلم ما في ضمير الصامتين الله ما يحتاج ولكن التعرض للرحمه سؤال الرحمه التذلل الى الله هذا يوفر في نفسك هذه القابليه يعني هذا القلب مو قابل السؤال التضرع التعرض للرحمه الالهيه يوفر في نفوسنا هذه القابليه واذا وجدت هذه القابليه الله سبحانه وتعالى يفيض علينا اكو هنالك روايه، حقيقة هذه الروايه تهز الانسان. تقول هذه الروايه يؤتى بعبدين في يوم القيامه. عملهما متساوي من جميع الجهات. هذا كان يصلي النوافل، ذاك ايضا يصلي النوافل. هذا يصلي صلاه الليل، ذاك يصلي صلاه الليل. هذا يتصدق على الفقراء ذاك يتصدق على الفقراء هذا بنا حسينيه ذاك ايضا بنا حسينيه ولكن بعد الحساب والكتاب يوضع احدهما في درجه في الجنه ويوضع الثاني في درجه اعلى طبعا الدرجه في الاخره نحن لا نعلم ما هو مفهوم الدرجات، درجة يعني شنو؟ نفهم معاني اجمالية، في الرواية اكو بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والنجوم البعيدة. هذا المثال لعله أيضا لمجرد التقريب، وإلا نحن لا نستطيع أن نتصور الآخرة. هذا العبد يتعجب يقول يا الله كان عملنا واحدا في هذه الدنيا ليش ذاك إلى تلك المنزلة وأنا ما عندي تلك المنزلة فيقول الله سبحانه وتعالى لأنه سألني ولم تسألني هذا هو الفار السؤال من الله هذه الى موضوعيه في حد ذات التضرع الى الله التعرض للفيض الالهي هذا مؤثر جدا في صنع القابليه اذا اردت ان تكون غنيا فقل يا غني الأوراد المعينة يقولون كل اسم من أسماء الله يستشفع به ويتوسل به لما يناسب تلك الصفة إذا واحد يريد أن يكون غني الصفة التي تناسب الغنى يا غني قل يا غني في كل يوم مائة مرة ألف مرة مئة ألف مرة بقدر ما تتمكن إذا أردت أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك فقل يا غافر وكرر هذه الكلمة. إذا أردت الشفاء كرر كلمة يا كافي عدة مرات في كل يوم حتى يكون ورد هذا مؤثر. إذا أردت كل حاجة من حاجات الدنيا والآخرة فتوجه الى الله سبحانه وتعالى تعرض لهذا الفيض الله سبحانه وتعالى فيضه متاح فيضه مباح ولكن يحتاج الى تعرض تعرض لمعروفك المتعرضون